دونك الموضوع دابا شنو هو؟ عملنا واحد لا غريف اضرب اللي تعمل البارح وغدا 4 و 6 دجنبر 2018. علاش عملنا هاد لا غريف؟ باسكو اذا ما كنتوش عارفين راه دابا حنا عندنا كل حنا كنقراو بيان سور في كليه الطب وباقي لحد الساعه اللي حنايا دابا من 2016 وحنا كنقراو فيها باقي ما عندناش المقر ديالنا، باقي لحد الساعه ما عندناش الجامعه ديالنا، واحد المقر اللي كنلجؤوا له ديالنا باقي ما عندناش، باقي كنقراو في فلنسا وفي الافست وبيان سور سي اش تا هو راه باقي كيتبنا وباقي الالتحاق به باقي لحد الان ما عندناش واحد لا دات اللي غادي نمشيو له فيه. هذا هو علاش بيان سور عملنا الاضراب، لان هذا الشيء طال راه من 2016 وحنا فيه، سكي في بيان سور دابا لجأنا الاضراب حيت السبل الاخرين ما صافاو والو، دائما كيبقاو وعود واهيه كيعطيوها لنا اننا غادي نمشيو لا فاكولتي في الاخر ما كنمشيوش. اخرهم في نوفمبر 2018 قالوا لنا غادي تمشيو اكوسيغ في نوفمبر 2018 غادي تمشيو لا فاكولتي ديالكم، وفي الاخر حنا دابا في ديسمبر 2018 وباقي ما مشيناش. بدينا كنعانيو واحد المشكل ديال اللي غيكون العام اللي ماجي ان شاء الله ديال الاكتظاظ في المستشفيات. باقي لحد الان حنايا برومو واحد يعني فوج واحد ديال السنه الثالثه في المستشفيات، ولكن دابا غيتزادوا معنا ان شاء الله اطباء داخليين واطباء مقيمين اللي غيكونوا معنا ان شاء الله من الشهور المقبله، والاكتظاظ غيزيد في ظل غياب المستشفى الجامعي، لان المستشفيات ديالنا راه عندهم واحد الطاقه استيعابيه جد محدوده. الطلبه ديال السنه الثانيه العام المقبل غيكونوا مقبلين هما على التدريب الاستشفائي بالدور ديالهم، وبالتالي غنطيحوا في واحد المشكل ديال الاكتظاظ، وناهيك طبعا عن السوء القطاع الصحي ديال اللي هو معروف في البلاد ديالنا في المغرب. ولكن اللي خصنا ناكد على واحد النقطه هو اننا حنا في ناحيه الفورماسيون ديالنا في المستشفيات في المستشفيات الجهويه الاقليميه طنجه راه كتتم بواحد يعني ماشي متضررين، لان الصراحه لي زونكادرون ديالنا الاساتذه قايمين اكثر من الواجب ديالهم معنا باش تكون عندنا واحد لا فورماسيون واحد تكوين فحالنا فحال طلبه الطب في المدن الاخرى. المشاكل اللي كنواجهوها والمعاناه ديالنا اليوميه في الكليه ديالنا اللي هي كليه اللي باقي ما كايناش اللي وهميه كيف ما قالوا الزملاء ديالي، حنا باقيين كنقراو في فلنسا اللي هي واحد المدرسه عليا ديال الهندسه، باقي كنشاركوا اونفي واحده مدرج واحد ما بين جوج د الافواج جوج لي برومو الثانيه وبرومو الثالثه. باقي ثالثيام اني كيقراو في واحد لونفي اللي هي في لي فيستي اللي حتى هي ماشي كليه ما عندها حتى علاقه بالدومين ديال الطب. باقي عندنا واحد لاصال ديال تي بي لي طرافو براتيك اللي كنعملوا فيها لي تي بي ديالنا، كنتقسموها بثلاثة بينا 300 واحد كيتقسموا صال واحدة. باقي عندنا لسال تي دي باقي على حساب الانسا، مع الانسا عندهم دي فورماسيون كونتينيو دائما، كتبقى مقيد ما بين الانسا ولي فورماسيون ديالهم، ماشي دائما كيكونوا لسال مفتوحين. من غير هذا الشيء كاين واحد المشكل كبير عاوتاني اللي كنعانيو منه هو المشكل ديال البيبليوتيك. مشكل البيبليوتيك هو اننا حنا ثلاثة ديال لي برومو هاد مع بعضياتنا، وكاين بيبليوتيك اللي كنتقاسموها عاوتاني مع لينسا اللي ما فيهاش بزاف د الكتبه، حيت اصلا الطاقه الاستيعابيه ديالها راه ناقصه بزاف، حيت فيها الكتبه ديال لينسا وفيها طلاب ديال لينسا اللي حتى هما كاين فيهم خمسه ديال لي برومو، وعدد عليهم لي 3 برومو ديالنا هي واحد الطاقه الاستيعابيه كبيره بزاف. مجموعة من الناس اللي قالوا لنا علاش حتى دابا عاد تحركتوا، علاش حتى دابا عاد عملتوا اضراب، بغيت غير ناكد لكم اللي حنا ديجا هضرنا مع الجهات المعنيه، وجهنا لهم كتابه اللي كانت في غشت 2018 كتابه لوزاره الصحه والتعليم العالي باش نستفسروا على شنو كاين ونفهموا الوضع اللي حنا محطوطين فيه. لحد الان ما كاين تارد، ديجا دازت 4 شهور على الكتابه باقي ما عندنا تارد وما عرفتش شنو كاين، ما عرفتش بالضبط علاش لافاك باقا ما فتحت. كل ما يقال لنا بان كاين مشاكل في الماء والضوء والطريق و كانوا حدونا واحد المده معينه باش تفتح لافاك اللي كانت على اساس ان نهايه نوفمبر غنمشيو فحالنا، وما كان والو من ديك الوعد. اللي كيزيد عقد الوضع ان كاين مجموعه من الناس اللي كيتهمونا باننا نصف اطباء، علما ان باقيين حنا في المسيره في البدايه ديال المسيره الدراسيه ديالنا بلا ما يعرفوا بان لا فورماسيون ديالنا من الناحيه النظريه راه كومبليت الي بارفيت. عندنا مشاكل غير بغينا اللوكال ديالنا، بغينا نكونوا بحال اي طالب، نحسوا راسنا باننا فريمون طلبه ديال الطب كاي طالب في اي كليه كاينه في المغرب. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.